أربع مالخت البحار. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع في موسمنا الثاني من برنامج عيش الفجيرة. في هذا البرنامج اللي حققنا نجاح جدا كبير في موسمنا الأول، هذا الموسم مختلف بكل تفاصيله. طبعا عندنا ضيوف مبدعين، فنانين، مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما أنتم عارفين في برنامج عيش الفجيرة، اللي بحيث أن نروح لأعلى القمم وننزل لأعماق البحار بحيث أن نتعرف على إمارة الفجيرة بمختلف تفاصيلها الرياضية، التراثية، الثقافية، الاجتماعية والأدبية. طبعا يا أخوان في هذا الموسم راح نركز على النهضة العلمية والتنمية الاقتصادية، بحيث أن راح نزور العديد من الأماكن في برنامج عيش الفجيرة. فتعالوا معاي وخلونا نعيش الفجيرة. ضيفنا لليوم ضيف جدا مميز، يسمونه ملك الدراما اللبنانية. اللي يعجبني فيه انه بنى نفسه بنفسه من الصفر، اتعلم وتدرب وتأهل ووصل للمستوى اللي هو فيه. يقولكم في رمضان المسلسل اللي عنده صراحة لقى اقبال جدا كبير، ما راح اقولكم المسلسل حسب اخليكم تترقبون وتتعرفون على هذا الضيف العاشق والمحب للمغامرات. ومثل ما انتم عارفين في برنامج عيش الفجيرة في موسمنا الثاني المغامرات اللي عندنا من الآخر. فتعالوا يا أخوان وخلونا نتعرف على هذا الضيف المميز والمبدع والمتألق اللي حصل على جائزة موريكوس عام 2022 كأفضل ممثل لبناني. تعالوا خلونا نعيش الفجيرة. وصلنا للضيف الرابع، وصلنا موسم مختلف بكل تفاصيله ان شاء الله تستمتعون فيه وتعيشون اجواء جدا مميزه. اقولكم انا اروح له. بديع ابو شقره بشحمه ولحمه في اماره الفجيره. في الفجيره يا سلام اخي، هذا الفنان المبدع المتألق اليوم يانا لإمارة الفجيرة، وأنا سعيد جدا أني أشوفها اليوم. كنا نشوفك في التلفزيون ونتابعك في المسلسلات، اليوم على أرض الواقع معنا في إمارة الفجيرة شو بنسوي؟ حنتابعك لايف ونشوف الفجيرة. الكتاب واضح من عنوانه، ريال لابس لبس مغامرات. جاهز نفسه، جاهز للتحدي، جاهز في عيش الفجيرة في موسمها الثاني بقوة. تفضل تفضل. يلا بسم الله، عاد مضبطي لك السيارة والأمور كلها، إن شاء الله بتكون جميلة. جاهز. أنت إن شاء الله راح تستمتع معنا، راح نصعدك لأعلى القمم وننزلك لأعماق البحار. هذه هي سيارة عيش الفجيرة. هيك بدكم تعملوا فيي؟ أخي أنت لابس لبس مغامرات؟ طيب يلا أنا طلعني. لا 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 لا. من بدايتها. تفضل. مضبطي لك السيارة اليوم. يلا. تعال يا صديقي تعال. يلا يا إخوان نبدأ رحلتنا معاه. حزام الأمان. يلا بس أنت. البس، نقول بسم الله، توكلنا على الله، ننطلق. نورت إمارة الفجيرة في هذا المبدع والمتألق. منور أصحابنا. والله اليوم راح يكون حافل جدا يا اخوان، راح نوديه بين الكواليس بين الفرجان، راح نعرف هذا المبدع على إمارة الفجيرة بمختلف تفاصيلها. قل لي جيت الفجيرة قبل؟ جيت هيك زيارة مع ابن عمي ساعتين. حلو. كان عنده شغلة وجيت معه كسدرت، بس اتفاجأت بجمال المنطقة، بالجبال، بالبحر، بالهدوء، ما في زحمة سير، روقان اللي لي إمارة الفجيرة. زين ما يا في بالك قلت يا أخي المكان حلو ما بقي مرة ثانية، ولا إحنا لازم في عيش الفجيرة نيبك يعني، ولا كيف يا بديع؟ لا بده يجي الواحد ليتعرف على كل تفاصيل الفجيرة بده وقت طويل. صح. بده يقعد هيك يستمخ على رواق شوي شوي. إحنا في الموسم الأول كل ضيف وفنان ومبدع وصانع للمحتوى عيشنا أجواء جميلة وشاف أشياء عمره ما شافها
في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الفجيرة بالتحديد، وأنت اليوم كذلك راح تعيش هذه الأجواء. أنا جاي محضر نفسي لأعيش أشواج لا أفرح وأنبسط. والله نحن سعيدين فيك. شوف أنت اليوم بتشوف إمارة الفجيرة وبتستانس فيها، وأتوقع إن شاء الله بتسوي إحدى أعمالك هنا، ولا المكان يستاهل والطبيعة اللي فيها تخدم. أتمنى، لأنه بتعرف ليش حلو الواحد يشتغل هون؟ لأنه الفجيرة يعني حسب ما قرأت وشفت فيها تاريخ قديم جدا جدا جدا، من أقدم الحضارات يعني. صحيح، في قلاع جدا جميلة في إمارة الفجيرة، الواحد لما ييها يتعرف على التاريخ والعادات والتقاليد. يعني دولة الإمارات غنية بماضيها العريق وحضارتها الزاهية ضاربة بجذورها عبر أحقاب طويلة من الزمن. الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قال أن الدولة اللي بدون ماضي تراه بدون لا حاضر ولا مستقبل. الحمد لله، أنت شايف قدامك 100%. أنزين والناس الطيبين أزين يا بديع، أنت اليوم أول ما تصحى من النوم شو تسوي؟ أنا صراحة أول ما أصحى من النوم دغري بأكل. جربت الكرك؟ لا لسه حبيبي. تعال عيل الحين أنا راح أوديك لمحطتنا الأولى في برنامج عيش الفجيرة، اللي إن شاء الله فيه راح تعرف شوي عن أكلاتنا الشعبية وعن مشروباتنا. شو رأيك؟ أتمنى. لا والله الريال جاي جاهز. حاضر حالي. أزين بديع، الحين شوف الدرب ويلا يا أخوان نروح لوجهتنا. طبعاً يا بديع، وصلنا الحين لأول وجهة ولأول محطة في طلعتنا في برنامج عيش الفجيرة في موسمنا الثاني، واللي هي فقرة الأكل. أنت ضيف عندنا عزيز وغالي، ولازم يا أخوان نعبي له سعرات حرارية، فقلنا أول شيء نسوي شو؟ نيبك تاكل أكل شعبي وتراثي. طيب يا بديع وصلنا. أرباب السلام عليكم، كيف حالك؟ عساك بخير. هذا نفر كبير يجي من لبنان لين الإمارات، نبى تضبيط لهذا النفر. اثنين نخي اثنين كرك. يلا شكرا. شو هي أول وحدة وشو هي ثاني وحدة؟ أها هني المفاجأة. هذه من الأكلات التراثية والشعبية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. في أي مهرجان راح تشوف نفسها، وأنت أصلاً أول ما تشوفها يمكن تتشبه عليها على أكلة من أكلاتكم في بلاد الشام. أيوة وصل أرباب النخي. وصل خذ هيدا النخي. هذا هو النخي. اوه لك هيدي مثل البليله عنا. ايوه هذا البليله هي ترويقه عنا. حمص مسلوق تكون عليه كمون وليمون. احطها هون لنتناول هذيك. زين خذ الكرك. هذا هو الكرك. ذوق وعدني رايك. شو رايك بطعمه؟ حلو؟ رائع. طول بعمرك ان حبيناك تجرب هذا الاكل التراثي اللي يكون موجود دائما في كل مكان. جرب خذ لك لقمه من النخي. هات لك شوف. ذوق. والحين نحن يا اخواني اعطني رايك. شوف حاطي لك الفلفل وانا انا متوصي اني انا عارف انك تحب السبايسي. ليك ميته كثير طيبه. ايوه اي مهرجان تراثي في دولة الامارات راح تلاقي النخي، تلاقي النخي والدانجو واكلات اخرى ومختلفه، الهريس والخبيز والمرقوقة. لا ما القيمات ما تزيد على قلبي. خلصنا النخي، هلا بدك تروح تخليني نجرب شيء ثاني اليوم. تبشر شيء ثالث عشيه وشيء رابع بكره. شوف انت ضيف عندي اليوم، اعبي لك سعرات حراريه وعقب اخليك تخسر هذه السعرات في طلعتنا لليوم. انت الحين كل واستانس، لان الحين راح اخذك لوجهه سياحيه جميله في اماره الفجيره. مش وجهه، وجهات مثل ما بيقولوا بلبنان. الف صحه. يلا الف صحه نتحرك.
انا صراحه حاب يعني شويه دردش معاك واسولف معاك عن رمضان اللي حقيقه حققت نجاح جدا كبير في مسلسل امل اللي كان ينعرض على قناه الفجيره واللي كان في بطولتك. خبرني اكثر عن المسلسل وعن الشخصيه الجميله اللي تقمصتها واللي هو جلال. ما شاء الله كان في كيمستري كبير جدا بينك وبين ماجي. ايه ماجي ابو غصن انا اشتغلت معه قبل بمسلسل للموت مرتين ورجعنا اشتغلنا بمسلسل عامل على مدى 30 حلقه. ما شاء الله كان في حاله ترقب وسسبنس عند الناس وانتظار الحلقه الثانيه لدرجه انه صاروا يبعثوا لنا رسائل انه خلص ما بقى فينا ننطر شوفوا شو بدكم تعملوا. أكيد. ما عم نعيش عم نحضر الحلقة مرة ومرتين وثلاثة. وعلى فكرة هذا المسلسل عمل شغلة كتير مهمة كمان طبعا عمل ترند بالعالم العربي وبالعالم كله بس في شغلة كتير مهمة صارت. اكتشفنا انه في ناس مش عرب عم يحضروا مع سبتايتلز وهيدي من المسلسلات القلائل اللي بتصير. بنقول وراء جميع هذا الجهد والعمل هناك صداقة وهناك روح للفريق تطلعون فيها مع بعض وتستمتعون فيها مع بعض. مش بس هيك وما في أبدا حدا شايف حاله أنه هو أقدم من حدا أو هو نجم أكتر. الكل. كلنا مثل بعضنا وهيدي بتميزنا بعتقد. وصلنا الحين لشاطئ المظلات. هذا هو شاطئ المظلات اللي على يمينك الامبريلا امبريلا بيتش. يقول لك الصغير يه قبل الكبير. في مناطق ترفيهيه للاطفال, في مطاعم, في كافيهات, ومثل ما انت شايف الشاطئ اللي تشوفه قدامك والبحر الجميل, تشوف الممشى اللي الواحد يقدر يمارس فيه رياضه, تشوف المحلات الصغيره اللي تقدر تشترى فيها اغراضك سواء بغيت تاخذ اغراض لعيالك, بغيت نتخليهم يلعبون في البلاي اريا. قل لي رايك عن المكان. تعرف شو؟ تشوقت للهدوء, لراحة البال, للجو العائلي, عرفت كيف؟ للأمان. شوف تدري والله العظيم ان الشواطئ اللي موجودة عندنا شواطئ جدا جميلة والجو يساعدك. صيف الإمارات صيف لذيذ وجميل, خاصة هذه المنطقة يعني الفجيرة هون فيها طقس عدة فصول يعني تدري ان احنا مطلين على خليج عمان فجيرة بالتحديد أرض عمالقة البحار. بعدين فيها يعني واحد من أهم الريف المرجاني بالعالم. أزين شفت شاطئ المظلات انبسط فيه؟ أنا الحين أيوة يلا الحين نروح للمكان اللي بعده. أنت قلت لي إنك تحب التاريخ. عن البحر خلاص. لا, لا 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 أنت قلت لي تحب التاريخ. ايه؟ أنت قلت لي تحب التراث, أنت تحب العادات والتقاليد. أنا راح أوديك لقلعة. أيوة ضربت صح. هيدا ضربة معلم. ضربة معلم. نروح الحين طول بعمرك إلى قلعة الفجيرة. شو رأيك؟ على واحدة من أهم المناطق الأثرية في الجزيرة العربية. نسيرها وأنت شوف الدرب لين نوصلها. يلا قلعة الفجيرة. على فكرة شايف الجبال هون والخضار هيك اللي فيهم شوي هودي بيشبهوا كتير جبال لبنان بالمناطق اللي ما فيها كتير شجر ومي. نفس المنظر. القلعة. أيوة وصلنا القلعة. لها وصلنا لها الحين راح ندخل عندها. طول بعمرك. تفضل يا سيدي تفضل. واو. قلت لي تحب القلاع, تحب العادات والتقاليد, تحب التاريخ. هذه قلعة الفجيرة قدامك. واو. طبعا هذه تعتبر أضخم وأكبر وأشهر القلاع الموجودة في إبارة الفجيرة. كانت تستخدم للحماية لو مثلا في ناس يبون يغزون هذه القلعة كانت تستخدم لحمايتهم, وكذلك كان نفس مجلس يجتمع فيه عامة الشعب. ولكن في معمرين على صخرة عالية مشان تطل تحمي المنطقة 360. كلها 360 تشوف إمارة الفجيرة بمختلف تفاصيلها. أنت قلت لي تبغى تشوف في عيش الفجيرة شو؟ شيء تاريخي تراثي هناك القلعة. تمام؟ تمام. تعال في بازار هني نبغى نوديك إياه. نعم خليني مع القلعة يا أخوي. تعال ما عم في أخلص من منظر القلعة يا أبوي. تعال تعال طيب يلا يلا لك ما إلي قلب خليني أرجع شوي على القلعة.
والله العظيم الريال هذا له حب التراث والعادات والتقاليد، فقلت لازم يبقى القلعة، لكن ما عرفت انه ما بيروح. طبعا هني الواحد لما يزور عمارة الفجيرة يختار له شيء من الاشياء التذكارية اللي تكون يعني ذكرى جميلة له. يلا اختار لي. اختار لك انا. تعرف شو بحب صرت؟ بتعرفني شو بحب؟ اكيد اعرف انت شو تحب. طبعا الريالي الربع. اوه. ناخذ له كتاب بحكم انك انت شو تحب الكتب. ناتشرال اوف فجيرة. طبيعة الفجيرة. انت ريال عايش في كندا وتفهم الانجليزي وامورك طيبة. والشيء الجميل في هذا المكان انه فيه كل اللغات. فيه بالعربي، فيه بالروسي، فيه بالهندي، فيه بالمليام. يعني اليوم إمارة الفجيرة تتنوع فيها جميع الجنسيات والثقافات واللغات. ما هي إمارة الفجيرة، وبالتالي الإمارات كلها صارت منطقة كوزموبوليتان عالمية يعني. نزل. شو رأيك الحين بعد ما أخذنا الكتاب نروح نكمل وجهاتنا السياحية، لأني بوديك مكان جميل. جميل؟ في رياضة، أنا أشوفك رياضي ولبسك تمام فبنروح. أنا بوثق فيك، تفضل. يلا. يلا. تعالوا يا الربع، نروح للوجهة اللي بعدها. خبرني انطباعك عن القلعة وانت شايفينها من بعيد. شيء ملفت جدا ما بينسى يعني، وبينزار مرة واثنين وثلاثة واربعة. شو حلوة. الحين احنا رايحين لوجهة ثانية. طبعا إمارة الفجيرة مليئة بالأماكن السياحية والتراثية والثقافية اللي من خلالها أي زائري ينبهر لجماليتها وجمالها ورواقها ونقاوتها وهدوءها. ايه. وصلنا لوجهتنا. طبعا هذه اخر وجهه راح اوديك اياها بفقرتنا الاولى، واللي هو جامع الشيخ زايد، اللي يعتبر ثاني اكبر مسجد موجود في دوله الامارات العربيه المتحده. الاول جامع الشيخ زايد الكبير الموجود في ابو ظبي، وثاني واحد جامع الشيخ زايد اللي موجود هنا بالفجيره. شو جميل وملفت كيف طريقه العماره التقليديه. الحين انا خليك تنزل هناك، يلا نسير صوبه. تفضل يا بديع ابو شقرة في جامع الشيخ زايد. طبعا انا مجهز لك تحدي، هذا هو الجامع على يسارك. تحدينا ما بيكون هنا، بيكون هناك. طبعا مثل ما قلت لك المسجد ورانا وقدامنا الممشى اللي راح نمارس فيه التحدي اللي راح نخوض انا وانت في اول فقره في حلقتنا. عم تتحديني؟ غيرك تكلم وايد وقال على التحديات. جرب. شو تبغى تركب؟ يلا. شوف النقطة اللي هناك. ها أيها. النقطة اللي هناك القمع اللي هناك. لا. لا. يعني مال 200 متر. لا كثير. لا 200 متر. يلا جاهز كتير. جاهز عندك البداية. يلا عد عد عد. 3 2 1 ابدأ. جو. خليه. ووو. تعوينك. مين سبق؟ ايه شباب ايه الو. والله العظيم قلنا سباق وقلنا تحدي اترقت هذا. بلا سبق بلا بلوط، عدنا نتسايق. قلنا سباق قلنا تحدي اترقت. لا لا لا، ما انا برمت ورجعت قعدت هون نطرطر يا اخي. اشتغل مين؟ الريال بالتمثيل ممتاز لكن بالرياضه ابوي نحتاج بريك، نحتاج راحه والله. ايه بعد هذا المجهود الكبير هلا بدي اريح، لازم نرتاح. يلا بس بعد هذا ترى بوديك مكان فيه مغامرات. بعد مغامرات؟ في لك علاقة بالمرتفعات؟ جاهز. معناه تفاصيل. تعال تعال. بديع أبو شقرة بشحمه ولحمه في إمارة الفجيرة. الحين أنا راح أوديك لمحطتنا الأولى في برنامج عيش الفجيرة. عطني رأيك. ليك ميته كثير طيبة. أه. القلعة ولك كيف معمرينها على صخرة عالية مشان تطل تحمي المنطقة كلها. أربع مالغة البحر ضربة معلم. ويلا يا أخوان نروح لوجهتنا.
عم تتحديني؟ والله ما خليه جاهز. شوف طولي بعمرك، بعد ما اكلنا وتمشينا ورحنا لوجهتنا السياحيه وشفنا المسجد والقلعه وخضنا تحدي وخسرت في التحدي مثل كل ضيف يخسر. لا انا ما خسرت يا زلمه، خليك في التمثيل وابتعد عن الرياضه، ابتعد ابتعد. طيب ليك نزلني هون، اذا بياخذ تاكسي انا اخي. رايحين طولي بعمرك لمكان المغامرات. ايوه، لمكان التحديات الموجود في اماره الفجيره، اللي تنظم العديد من البطولات واللي عندها العديد من الانشطه اللي الصغير ييها قبل الكبير في العديد من الرياضات. انا اعرف انك انت هايكر، تحب الهايكينج. في هايكينج، دراجات جبليه. اوف اجمل شيء. في دراجات جبليه، المرتفعات انت زين معاها؟ ما عندي مشكله. في زين مع المرتفعات. خلص حشت علي. خلص الكاياك انت زين معاها كمان؟ خيل خلص حلو، تعملهم كلهم هلا. معناته ابوي الريال هذا مكان الفجيره المغامرات لازم يروح. جاهز انك تروح؟ انت بتعرف هودي الجبال والمناطق مشوقه جدا للمغامرات. زين انا الحين بحضر لك مفاجاه. هي مش مفاجاه لانك خسرت بتنفذ التحدي. عم توقعني. طيب بطل البكس، بتشوف سؤال لازم تجاوب على هذا السؤال. هون؟ يب. ايوه. من اكثر شخص تتاسف له؟ اكثر شخص اتاسف له هي امي الوالده. لماذا؟ غلبتها كبير كثير بشبابي، شغلت لها بالها، وترت لها اعصابها، ما كنا ننتبه، بس كبرنا وصرنا نحن اهل صرنا نعرف ايه بدها. والله الام I'm very sorry. طيب يا صديقي، الى الفجيره للمغامرات. Let's hit the road. يلا مركز الفجيره للمغامرات، خلونا نروح وخلونا نشوف هل الريال عنده قلب المغامر ولا بس حكي. خلينا نشوف شو مخبي لي. ليك انا مش مرتاح لك. استمتع بالدرب. مش مرتاح لك. استمتع بالدرب، استمتع بالدرب بس. لا نشوف. تفضل تفضل يا سيدي تفضل. السلام عليكم. يلا مضبطين لك السياره ومضبطين لك كل الامور. نورت يا سيدي نورت. تفضل ارباب تفضل. طبعا ضبطنا لك البقي اللي يستلمك في الفجيره للمغامرات في هذه الحديقه يا اخوان، اللي تجذب الصغير قبل الكبير في هذا المكان اللي فيه الواحد يقدر يعيش روح المغامره. انت قول لي وانت الحين قاعد في البقي شو تشوف قدامك؟ شو تحس موجود صوبك؟ أنا مبسوط بالمناظر الطبيعية بالمنطقة بين هودي الجبال. يا سلام، والمية والدنيا الحلوة. ايه. شوف اللي شوف على يسارك، هني المكان اللي الواحد يقدر يتسلق ويعيش جو المغامرة. يعني تقدر تتسلق، تقدر تتنافس مع ربعك أهلك وأحبابك. زين يا سيدي، نحن هني للمكان اللي يحبه قلبك. أوفيشلي في الحديقة. لا بس مش بس اوفيشلي بالحديقه، قدم قدم بعد 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 بعد، ابغى اشوف الوجهه صحيحه بس. أوه. شو يسارك؟ الواحد هنا يقدر يمارس رياضه الدراجات على الترك. طبعا في العديد من البطولات اللي تستوي ريد بول وغيرها من البطولات اللي الواحد يقدر يمارس فيها هذه اللعبه ويتزلج، سواء بالتزلج او بالسيكل. على يمينك مثل ما انت شايف بهذه الوجهه في الارشري، في الارشري وفي الرمايه. فتقدر ترمي وتقدر يعني المواضيع اللي لها علاقه بالدقه والتصويب كلها موجوده. ووراك قلنا لك المرتفعات. هون هني لا، هني السيارات الدراجات لكن احترافيه. اوكي نكمل ارباب، نروح للمقعة اللي بعدها الكاياك. يلا روح. الكاياك يلا وديك صوب البحر. البحر وما ادراك ما البحر. شو هالمنطقه الرائعه هون. التحدي الحقيقي الحين بيبدأ، بنشوف قوة قلبك وشجاعتك.
شوف اذا انت كانت قوه قلبك قويه وما خفت بعتبرك فايز في هذا التحدي. خلاص انا جاهز. يلا جاهز للتحدي. يلا تعال يا سيدي تعال تعال. يلا تفضل. لك حلوين الشمال هون. طلع فوق الحين بساعد. طلع هونيك طلع هونيك والله لا صعب. طلع هونيك تعال. طلع هونيك. ايوه قلنا قوة القلب. قلنا قوة القلب. يلا شفت هونيك انت الحين رايح هناك الى قمة الجبل. يلا يلا بسم الله. تشوف الجبل اللي هناك الحين رايحين. ليتس جو. بسم الله بسم الله. انت الحين من نفسك. انت المعدات واللبس اللي لابسنا شو يبين لك؟ لا انا افتكرت هذا بس كوستيم. اوه لك المنظر. ليك شوف هذا المنظر لا يقدر بثمن. والواحد يقدر يجي ويشوفه لما يجي لإمارة الفجيرة وبالتحديد في حديقة الفجيرة للمغامرة. تعال انزل 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 انزل. يلا يا ابو جوجو. يلا يلا بالله توكلنا على الله. مش خايف مش متوتر ولا بتوقف. تفضل. طبعا يا اخواني نحن الحين وصلنا لمنطقة التحدي للمكان اللي بنشوف مخاوف هذا الرجال. هل هو قد التحدي وقد المخاوف وقد المرتفعات؟ شوف اذا تبى تنسحب من الحين عندك الفرصه المناسبه والصحيحه انك تنسحب. انسحب؟ عيب. زين الحين احنا شو بنسوي؟ سألنا. شو بنسوي الحين؟ تعال نشوف. لا ما قبل ما تروح. هذا هو المسار الانزلاقي. مسافته يا اخوان 1 كيلو 500 في الاول و500 في الثاني. طبعا السرعه تكون بناء على الوزن وبناء على الرياح. يعني الموضوع يعني سرعه سياره فراري مثلا. لا لا مش هذا. شوف نفس موضوع نيوتن نظام الجاذبيه كل ما زاد وزنك زادت سرعتك. والهواء اذا كان بوجهك ولا كان وراك كمان بتسرع. والله الريال دارس والله صفقه. هلا اذا من الحين هو يقول هذا الكلام شكله بيفوز علي في التحدي. لا اسمع لي اقول لك بس اول قلبك. انا اقول قلبك ما تخاف ما تخاف. ما ترجع ما تنسحب. أوكي. خليك هون. اوكي لا انا معك. قوي قلبك. بقول لك ايه انا معك. من الحين السرعه تقريبا بتروح من بين 40 ل 50 عشان بس تكون عشان انت ما تخاف. ما تخاف يلا تفضل تفضل. لا والله افتح لي الطريق. افتح لي الطريق. يمين يمين يلا يمين. من وين؟ تفضل. والله العظيم يخاف. والله العظيم ايش يسوي دراما يا الربع. تفضل. انتبه انتبه. عم تخوفني؟ والله يا تحاول شوف المنظر وقرر اذا تبغى تغير رايك ولا لا. ها اوبا. لا قدم خطوتين. لا قدم شوف الله ستوب. واو زين. واو صرخه صرخه مع بعض. عيش عيش الفجاه. واو سيفتي اولويز فيرست. صراحه نحن عندنا في دوله الامارات وفي اماره الفجيره وفي حديقه الفجيره المغامرات احتياطات الامان على المعايير. انت تعرف ان الهارنس هذا يتم تبديله دائما وانه ياخذ وزن لين 1 طن. يعني انت هال 80 ولا شيء. ويتم صيانه جميع المعدات. شوف كيف هي نظيفه. شوف كيف يتم صيانتها. الفريق الموجود مدرب ودرس وكذلك الفريق هذا ياخذ دورات بشكل مستمر. ولو تشوف المدربين موجودين على كامل المسار. يعني من توصل للبقعه او للنقطه رقم 2 راح تشوف ان شاء الله على طول مدربين هناك بيستقبلونك وبيساعدونك وبيخففون عنك التوتر. وعقبها بتروح للنقطه رقم 3 كذلك في مدربين. وقبل ما تنزل اي طلعه مثل ما انتم شايفينها شوفت عينكم يتم التاكد باحكام. يعني نحن اول شيء لما كنا في الغرفه شو سووا فينا؟ كيف يوم لبسونا كم مره يعني من الاخر من الاخر. انتم هنا في ايد امينه. ملك الدراما اللبنانيه الملك الشجاع القدير المتميز بوشقراء مبين عليه حاليا خايف. اخي صوتك ما اسمعه. كلمات اخيره تبغى توجهها؟ بدك تتركني عم ركز بالطبيعه لانه مستمتع الى اقصى حد. براذر ليتس ستارت ليتس ستارت وذم. خلى الاستمتاع الحين وانت نازل بسرعه صاروخيه نشوف قد التحدي والعب يا الربع. 4 3 2 1 مثل ما انتم شايفين يا اخوان
بديع ابو شقره شكله الوزن والجو والاجواء ما اسعفته، فعلك في النص. فالحين هو ياس يشوف تحت ماي يقول يا علي. شوفوا شوفوا بديع. طبعا يا اخوان مثل ما انتم شفتوا التجربه الجميله اللي عاشها ابو شقره. طبعا هذا هو برنامج عيش الفجيره، تحديات، مغامرات، اقتصاد، تراث، عادات وتقاليد، فن. هذا هو البرنامج اللي احنا نباكم دائما تستمتعون فيه وتعيشون اجواء جدا مميزه في برنامج عيش الفجيره موسمه الثاني. الحين دوري انا اجرب. Let me tell you something. It was amazing. كانت كثير حلوه. الزيب لاين بالحديقه بالفجيره رائعه. بنصح كل حدا يجي لهون. أجواء جدا جميلة يا أخوان، نحن مستمتعين. طبعا أنا أنصح الجميع بزيارة مركز الفجيرة للمغامرات، لأن لو كان عندكم شغف وحب في عالم المغامرات، سواء كان من الهايكينج، سواء كان من الرماية، سواء كان من الدراجات الجبلية، سواء كان من الترك الداخلي للدراجات، سواء كان من الزيبلاين أو المسار الانزلاقي، سواء كان أيضا من الكاياك، تقدرون تكون لفجيرة المغامرات وتستمتعون. وحب أبشركم أن في مسارات عديدة وكثيرة للهايكينج وللدراجات في جميع أنحاء إمارة الفجيرة، وكل المسارات هذه معلمين عليها، أمورها جدا طيبة لجميع الأشخاص اللي يقدرون يجون ويستمتعون ويعيشون أجواء جدا جدا مميزة. نشوفكم بعد الفاصل. إلى قمة الجبل. عم تخوفنا. 3 2 1. Let me tell you something. It was amazing. عيش الفجيرة. الحين أنا راح أوديك الوجهة، بس خبرني أنت وين خاطرك تروح؟ يعني يفاجئني. طبعاً مثل ما أنت عارف دولة الإمارات رائدة في مجال البحوث العلمية، وصارت من أقوى وأكبر الدول في العالم اللي مهتمة في مجال البحوث العلمية. دولة الإمارات وإمارة الفجيرة بالتحديد، مثل ما أنت شايف، المركز المختص بهذا الشيء. لحظة أخذني على مركز البحوث. نعم رايحين مركز عجل البحوث. عجل عجل بدي أوصل. يلا عجل يا أخوان العجل. يلا رايحين هناك. تفضل تفضل يا وديع ابو شقره، وصلنا لمركز الفجيره للبحوث. نحن في مكانك وملعبك دكتور فؤاد. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا وديع، شرفتونا. وديع ابو شقره الممثل الفنان المتالق اليوم في برنامج عيش الفجيره. قلنا نبغى يتعرف اكثر على الابحاث العلميه اللي اماره الفجيره قويه فيها، فجينا عندكم اليوم نباك تعرف اكثر عليها. والله احنا عندنا ابداع كثير وفنون كثيره، بنشتغل على الدلافين. على الجمال، على النحل، على العسل، على التكنولوجيا، على الذكاء الاصطناعي. فعندنا بحوث كثيره، لو تدخلوا معي اعمل لكم برزنتيشن الان، اعمل لكم على المركز والبحوث بتاعه وكيف هذا المركز يساهم في تطور الاقتصاد والسياحه بالفجيره. مع بعض. اتفضل. يلا تفضل. بسم الله. تفضل يمين. الله يسعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيكم الصحة والعافية. خبرينا نحن اليوم في أي مختبر؟ احنا اليوم في مختبر النباتات المحلية. جميل. طبعا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر دول العالم اهتماما بالبحث العلمي. جميل. وإمارة الفجيرة في اهتمام خاص وكبير بالنباتات المحلية والبحوث. هلأ بدنا نجرب نشوف شو في بال ويت. لبست القفاز وجهزت امورك واشوفك جاي، شو بتسوي؟
في 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 دكاتره هنا متعلمين ومتخصصين يعرفون كيف لازم. اذا بتريد صديقي لما بدك تبلش معي بدك تقول لي دكتور بالاول، انا هلا دكتور بديع. مش مزبوط. زين شو بتعمل؟ يلا يا دكتور شو بتعمل؟ شو بدي اشوف هلا هون؟ شو بدي اطلع؟ لا عشان اشيل من الدكتوره. خليني نشوف لكم انا شو بشوف. ايوه يا سلام، المعمل مبين انه ممتاز، بس شو هني بالضبط؟ استاذ بديع تحب العسل؟ اوه بحب العسل، ونحن عنا بلبنان بالجبل منقول منشيل عسل، نقطف عسل. مين ما يحب العسل طالع معك. الله يسلمك، نرحب فيكم في معمل او مختبر العسل. طبعا العسل من يعتبر غذاء رئيسي في الدوله، وسابقا كان الاعتماد يتم من استيراد كميات من العسل. الان الحين تصنيع وتصدير الحمد لله، يعني على مستوى الدوله ودولة الإمارات عامة، وخاصة في الفجيرة. الفجيرة مهتمين اهتمام كبير في مركز الفجيرة للبحوث. زين تروينا المراحل؟ نعم يلا. طبعا هنا يكون اولا يتم فحص العسل الحبوب اللقاح. جميل. من حيث المكونات اللي يتكون فيها الموج العسل، بحيث ان نحمي المستهلك. بس هو انا يعني صرت سامع كثير انه يعتبر العسل بالامارات وخصوصا بالفجيره هو من الاكثر جوده في العالم. نعم 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 صحيح، عسل الامارات عندنا هنا الفجيره ما اجود انواع العسل، والحمد لله يعني مكوناته طبيعيه، الاعشاب اللي تغذى منها حبوب اللقاح طبيعي من نباتات بريه. جميل. مثل السدر، عسل يكون في شهر 9 الى شهر 12 هذا موسم السدر، عندنا في الصيف موسم السمر والأكاسيا يتغذى وينتج أجود أنواع العسل. أيضا في من في يناير بعد سقوط أمطار في عسل ينتج عسل العشب، وبيكون أخف شوي. نعم. أخف وأبيض، لون أبيض يكون لون عسل. أخذت المعلومات؟ يلا في بلش بحس. دكتور تفضل بشيء. طبعا يا بديع انا مذاكر هذا الموضوع وعرفه، اتوقع انك ما تعرفه. هذا الممر اللي نحن فيه اسمه ممر الانجازات، لو تشوف اللوح والمقالات والاشياء اللي تم نشرها من قبل هذا المركز. قول لي ليش سموه ممر الانجازات؟ ليش؟ لانه شو اهم الانجازات؟ عندنا انجازات عالميه في ميدان العسل وعلم النحل واستعمال الذكاء الاصطناعي في سباق الجمال. نحن الاوائل عالميا، والمحافظة على النباتات المحلية واستعمال النباتات المحلية لأغراض طبية. زين يا دكتور الحين نحن وين بنروح؟ الآن نروح على المختبر البيطري التابع لإمارات الفجيرة اللي فيه أحدث الاختراعات استنساخ الجمال السباقة. يلا. وفي حياته وما حياته وهيك. في حياته. يا أخوي. طيب يلا. ألو ألو ألو. تفضل هنا. مختبر من هنا. الرجال يبغى يشرد. هذا من أحدث المختبرات البيطرية في دولة الإمارات، ونشتغل على استنساخ جمال السباق. نشتغل على دراسة اللياقة. فمثلا هذا من أحدث الآلات لدراسة التحولات الكيميائية في الدم. عندما يتحرك يعني الجمال. أنا أشوف هذا بروحه يشتوي يعني مبرمج لحالة. كل الآلات اللي تشوفوه هنا كلها أوتوماتيكية، يعني تشتغل وحدها. فعندما لما تعمل التحليلات فهي تبحث عن المواد الكيميائية داخل الدم بتاع المتسابق. احنا نتكلم على الجمال، على في هذا الحالة. دم الجمال. نعم هذا دم الجمال. انواع متعدده. صار في استنساخ؟ لا نعم صار في استنساخ. احنا استنسخنا هذه السنه اكثر من 25 جمل سباق ويشاركونا في السباق. يشاركون مستنسخ عادي 100%؟ عادي عادي. سؤال الجمهور، يحققوا النتائج؟ يحققوا النتائج. احنا عندنا الان ارقام، يعني عندنا الان ونتائج. سبعة جمال فازوا في أشواط مهمة في الإمارات. ما شاء الله. طبعاً دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي بالتحديد سباق الجمال يعني من السباقات الكبيرة اللي تندفع لها مبالغ جداً كبيرة، وهي تعتبر جزء من تراث دولة الإمارات العربية. والناس بتابعوها كتير. أيوة أنت لو تعرف المسميات للجمل من هو صغير لا يكبر ترى مسميات. أيه نعم إحنا عندنا شعلة ومثيرة. أبا أسأل سؤال، شو مسميات الجمل من هو صغير لا يكبر؟ أنت
تسال الشخص طيب الغلط. البنت ايش اسمها والذكر ايش اسمه؟ ما يعرف. الناقه. حلو. والريال ما الجمل هلا بعرف. القعود. قعود. مزبوط تذكرت. يس زين دكتور الحين شو؟ اخذنا المعلومات الموجوده في هذا المختبر. هلا في شيء نحتاج نعرفه ولا نكست؟ نروحوا على مختبر اللي تحب كثير، يعني هو المختبر البحري. هذه محطتنا الاخيره يا دكتور فؤاد. وين؟ مثل ما بيقولوا عنا هون بلش الجد. ختامها مسك. هذا مختبر بحري، ففي المختبر البحري نشتغل على عدة مشاريع، منها المشاريع متعلقة بالأمن الغذائي. فتعرفون بأن دولة الإمارات سباقة في البحوث لأجل الأمن الغذائي. الأمن الغذائي والأمن الحيوي وسلامة الثروة الحيوانية والزراعية. يعني في الحقيقة إذا أردت أن تبني وطن عليك أن تبني علم وفن. نرجع للمقولة زيتها بدون تاريخ لا في مستقبل ولا في حاضر. هذه مقولة قالها الوالد المؤسس المقبول للشيخ زايد بن سلطان عن هيان طيب الأثرة. دكتور فؤاد حقيقة أنا أشكرك اليوم على هذه الجولة الاستثنائية اللي خليتني أعيشها وأعيش مع ضيفي المميز. أنا أتوقع الحين يا الوقت اللي أوديك للمفاجأة اللي أنا محضر لك إياها، محضر لك يالسة حلوة. لكن تعرفون بنروح لهذا اليالسة متى؟ بعد الفاصل. فاصل ونعود يلا تفضل. مركز البحوث. نعم رايح المركز. عجل بدي اوصل. هلا بدنا نجرب. ويت لبست القفاز وجهزت امورك واشوفك جاي. شو بتسوي؟ اذا بتريد صديقي لما بدك تبلش معي بدك تقول لي دكتور بالاول. عندنا انجازات عالميه في ميدان العسل وعلم النحل. في حياته ومحياته. طيب يلا. الو الو الو. طبعا يا استاذ بديع انت عشت الفجيره بنهارها. والحين بتعيشها بليلها. أنا أقدر أقول ختام حلقتنا 1-1. أنت فزت علي بالتحدي الثاني بحكم أنك ما خفت، وبالتحدي الأول في الجري أنا فزت عليك. فالحين أنا لازم أكرمك وأضبط لك مكان جدا جميل باللي يحبه قلبك بالعادات والتقاليد والتراث. شو رأيك؟ لحد هلأ قلبي حابب كل شيء. يا سلام. شغلة واحدة مش حاببها بس لازم تعرفها. ضحكة؟ ضحكة دبل لك سوفر. خبرني عن تجربتك في عيش الفجيرة، شو هو شعورك؟ صحيح انك علقت في المسار الانزلاقي لكن عوضناك في البحوث العلمية. خبرني اليوم عن شعورك وعن تجربتك. لأقول لك شغلة وبكل صراحة بقولها وبكل صدق. قول. وبكل شفافية. يا سلام. هيدا مشوار من العمر. الله. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون الفجيرة وشكرا للفجيرة وشكرا لأهل الفجيرة قد ما كانوا طيبين وقد ما كانوا شو بدي اقول لك. اسمع المدح الجميل. يعني لا عن جد اعجز انه اوصف قديش كنت حاسس حالي مثل ما بيقولوا بالانجليزي I feel at home. حاسس حالي انك في منزلك. الشعب في كريم، الشعب دائما يرحب فيك. اي مكان تروح تشوف الختائر كلهم ما مقصرين، ولطيف وهادي وكبيرة وشوارع نظيفة وقانون متعة. الناس حلوة طبعا. انزين الحين انا باك تستمتع في شوارع الفجيرة بإضاءتها الليلية لين نوصل للوجهة اللي انا محضر لك فيها مفاجأة ولها علاقة بالاشياء التراثية القديمة. ختامها مسك. يلا شوف الطريق. استانس بالإضاءة الليلية. يلا وصلنا طبعا للحاره القديمه يا بديع ابو شقره. انت قلت لي لك في التاريخ والعادات والتقاليد والتراث في بناك. ختامها مسك في اليلسه. بس انا زعلان. ليش؟ لانه خلص النهار. الليل ما بدي اروح الليل. السلام عليكم ابو جاسم. مرحبا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ السلام عليكم بديع ابو شقره من الفنانين المبدعين. مرحبا. طبعا نحن ابناء وبغينا يعرف اكثر عن التراث الزراعي اللي عندنا. ان شاء الله التاريخ ان شاء الله بيعرفوا اكثر واكثر منا احنا. لو تخبرنا عن البيئه الزراعيه الموجوده في اماره الفجيره.
والله طال عمرك البيئه الزراعيه هذه لها تراث قديم من زمن الاجداد والاباء ثم لحقنا عليهم احنا. الزراعه عايشه على الله ثم المنيور والدلو. اول ما في لا في مضخه لا في دينما لا في شيء. الله منه المنيور هذا يا سلام هذيك الدلو. شو الدلو؟ موجود هناك الدلو والمنيور. شوف احفظ الاسامي ها. الدلو والمنيور اللي عايشه عليها الزراعه. ابو جاسم عمي صراحه مشكور جدا على المعلومات القيمه والغنيه اللي اعطيتنا اياها. نحن نبغى نمشي اكثر. شكرا ابو جاسم. زين وي سوي خشمك قاسم. اها يا حي ايوه هذا السلام عندنا في دوله الامارات. هذا السنه. اها لازم الخشم. طول عمرك عمي ما قصرت. طول عمرك. الله يحفظك. الله يسلمك بالسلامه ان شاء الله. الله يحفظك. هني التراث اللي طلع مثل ما انت شايف تراث جدا جميل من الملابس من الفخار محليه 100%. وهني وصلنا للاستاذ محمود. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. مرحبا. هني تراث البحر. السلام عليكم. البحر الرجال هذا محب للبحر وتعلم اكثر عن البحر اليوم ولا؟ ايه اليوم شفت السمك. السمك بمركز البحوث والبحر. يا سلام يا سلام. اليوم لو تخبرنا اكثر عن التراث البحري في إمارة الفجيرة. انتم الحين في البيئة البحرية، والبيئة البحرية بما ان إمارة الفجيرة إمارة ساحلية وتملك مساحة 70 كيلو متر من الساحل. جميل. بتشوف شريحة كبيرة من سكان الإمارة أهل البحر. نعم. زمان أول دولة الإمارات العربية المتحدة الصيد السمك وغوص للؤلؤ كان مصدر الرئيسي للرزق غير التمر والزراعة أكيد. وطبعاً وكانوا يعني نواخذانا وأبواتنا وأجدادنا كانوا يستغلوا البيئة بالصناعة كل شيء. هم يصنعوا الشباك بإيدهم، هم يصنعوا الخيوط اللي يصيدوها بإيدهم، يصنعوا قواربهم بإيدهم حسب الإمكانيات الموجودة ويسخروا البيئة لصالح خدمة الإنسان ولا لقمة العيش. ونحن نتميز بأجود أنواع الأسماك. والله هذا كلام جدا صحيح. أنا أدري أن الريال يعان وأنا جايبنا لهذا المكان عسبة ألفه وأراوي أكثر عن أكلنا التراثي. أستاذ محمود والله مشكور اليوم على المعلومات الغنية والقيمة اللي أعطيتنا للفنان المبدع والمتألق مذيع. أستاذ محمود خشمك شرفنا. ابوي اليوم تخاشم الشعب. تونا بحايه. تسلم. الله يحفظك. يلا تعال ابوي في اكل في اكل. بضبط لك جيمات من الاخر بس خلنا نطلع من هالصب. هلا انت هلكتني كل النهار تعبتني وعملت في العمايل وجاي هلا عم بتبرطلني باكل. اول بعمرك دامك جيت هني لازم تاكل هذا الاكل التراثي بعد ما خسرت هذه السعرات الحراريه الجميله. شوف القهوه، شوف التراث، شوف الجمال. يعني اليوم عطيتني كثير سعرات حرارية وخسرتك كثير سعرات حرارية. سعرات حرارية مادية يعني أكل وعطيتني سعرات حرارية معنوية. الله. السلام عليكم خالتي. عليكم السلام. السلام عليكم. تواج الله. الله يقويكم إن شاء الله. مرحبا وسهلا. طبعا هذا الجيمات من الأكلات التراثية الشعبية التاريخية الموجودة في المهرجانات واللي في كل مكان تشوفها. لذيذة جدا جدا جدا. الناس تحطها بالعسل بالجبن بالكاكاو وانت رايح. لكن التراثي بالعسل دبس. او بالدبس. انك كلها بالدبس لك. اي بالدبس بالدبس احلى شيء في الدبس. زين خالتي نحن عاد بنقعد هناك مجهزين قاعده حلوه بنسولف معاه ومين يضبط الجيمات مره صوبنا لو معك. طيب فالك طيب طول عمرك. تفضل ابوي مقعدين لك يا سيد. اقرب يا صديقي اقرب يا فدي اقرب اقرب وصخ الجوتي لانه من عاداتنا وتقاليدنا. يلا هذه التاتنا الجميله. حضر لك جيتار لان انا سمعت انك انت ما شاء الله مطرب وعازف قوي. اسفرت وانورت اماره الفجيره. انزين اليوم انا الحين عندي بعض الاشياء بعرفها عنك ويعني في عصافير يد عندي فانا بتاكد من هذه المعلومات. الله يستر. منو اكثر شخص تحبه؟ امي. بديع. هل لديه صديق حقيقي؟ طبعا. صديق حقيقي. صديق حقيقي يعني صديق بمعنى صديق اروح له في وين ما كنت وهذا الصديق يوقف لي. عندي صديق حقيقي. من هو؟ ولكن توفى سنة الماضية. الله يرحمه. خسرت كثير بوفاته. هو بسببه وانا فت على المسرح. معقولة؟ طبعا. من هذا الشخص؟ اسمه مجدي. مجدي؟ توفى سنة الماضية، هو مخرج مسرحي. بلشنا دراسة انا وياه وهو بسببه انا اشتغلت مسرح. تركنا سنة الماضي عن عمر 47 سنة بس هيدي هي الحياة. كيف كانت علاقتك معه وكيف كانت المواقف اللي بينك وبينه؟ ما كان في حرج
ما كان في اشياء مخبيه. انا شو بس احس الدموع تنزل معي يا جماعه، الموضوع صار ايموشنال. لا 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 كذا ما يصلح. نرجع 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 للسعاده، نرجع للسعاده. لا بس اكيد بس انا اكيد يهمني الحزن في سعاده، حتى بعض المرات بالحزن في سعاده. بعض المرات بتخسر شخص ولكن بتحوله لذكريات، وهي الذكريات بتعطيك هيك دفع لانه تشتغل اكثر، ولانه تفرح اكثر وتنبسط اكثر، لانه بتحس انه هاي الحياه فانيه. انا سمعت ان انت لك علاقه مع الالات الموسيقيه، وسمعت انك تعزف، فيايبي لك نسمع شيء. نسمع شيء يعني. انا ماني عازف ولكن نتسلى. انت من الصبح مشغل لي يا الربع، نحن نتسلى ونحن نتسلى. وانا نتسلى اليوم يلا. منغنيها كمان وبتغني معي. ما اعرف الاغنيه بس يلا. كان عنا طاحون ع نبع المي، قدام ساحات مزروعه في عش. جدي كان يطحن للحي امحو سهريات، بيبقوا الناس بهالساحات شي معهون كياس شي عربيات، رايحين جايين عطول الطريق انغنيات. ياي 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 يا سهر الليالي، ياي 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 يا حلو على بالي. غني 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 على طرقات، ياي 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 يا سهر الليالي، ياي 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 يا حلو على بالي. غني 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 على طرقات. لا 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 لا. الله منعيش الفجيره، نحن نشكرك على تواجدك وحضورك وعلى يعني روحك الظريفة والخفيفة، وما شاء الله عليك يعني سويت كل المغامرات اللي احنا كانت عندنا بحب بدون خوف، وكنت يعني على قد التجربة مثل ما يقولون. أنا بدي أشكر أهل الفجيرة وإمارة الفجيرة والإمارات كلها، وبدي أشكر تلفزيون الفجيرة اللي استضافني، وبدي أقول لهم أنه هيدي التجربة كانت استثنائية بالنسبة لي، وخاصة الأشياء اللي عملناها اليوم من مركز البحوث للمغامرات للجبال للسهول للقلعة. لا الأكل. وما ننسى الأكل، الأكل الطيب والمشروب الكرك الكرك. كانت تجربة عمر، يوم واحد اختصرت فيه كل شيء، أما كنت بحلم أنه أتواجد هيك بهالشكل. شكرا من كل قلبي. أنا أشكرك جداً على تواجدك وحضورك وعلى الروح الخفيفة واللطيفة اللي أنت قدمتها، وأكيد أقول للمتابعين والمشاهدين أن الأسبوع الجاي في نفس التوقيت راح يكون عندنا ضيف جداً مميز ومبدع ومتألق مثل هذا الفنان اللي شايفينه قدامكم، فترقبونا وانتظرونا، لأن حلقتنا الثانية إن شاء الله راح تكون مختلفة بتحدياتها ومغامراتها. إلى ذاك الحين حياكم الله. يلا.